السلام عليكم، مرحبا بكم. يوم جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم سلم وبطريقه ديالي الخاصه كما عودتكم، فانا راني مشاركه معكم في القناه جوج ديال المرات، ودابا بالمناسبه ديال شهر رمضان بغيت نشارك معكم عاوتاني. بالنسبه للمقادير عندنا هنايا الفورص، الطحين هنا حمرته في الفران. انا خديت جوج كيلو لارب وحمرتها، من بعد تخلي بقات ليا غير كيلو ونص، يعني حمرته كما تعرفوا كلكم محمر. هنايا كيلو ونص ديال الزنجلان حتى هو محمر ومطحون، كيلو ونص ديال اللوز. بالنسبه للوز كما تتشاهدوا هنا انا طحنته قليته وطحنته بالقشر ديالو باش يبقى الفوائد ديالو كلها فيه. وهنايا اللوز مهرمش، يعني ما طحنتوش بزاف، هذا تبقى شويش مهرمش. وهذا الزنجلان حتى هو خليته عادي. وهنا السكر كلاصي، بالنسبه للسكر كلاصي انا هنا خديت 250 غرام، وتبقى على حساب الحلاوه، اما غادي نزيد اما غادي يجيني هو هذاك. ثلاثه المعالق كبار ديال القرفه، ثلاثه المعالق كبار ديال النافع وحبه حلاوه. هنا المسكه الحره اللي طحنتها مع شويش ديال السكر كلاصي. وهذا اللوز غنخليه باش نحطوه هنا، نخليه هكاك صحيح. وهنا كاينه الزيت، هنا الزيت اللي قليت بها اللوز وزدت عليها الزيت العاديه. وهنايا الزبده دايبه، غادي نبداو على بركه الله. دابا غادي ناخذ النواشف هي الاولى، غناخذ الزنجلان غنديرو هنا، غادي نزيد عليه اللوز كما قلت لكم. اللوز طحناه بالقشره ديالو محمره وطحناه بالقشره ديالو، فتجي اللذة ديالو غزاله. غادي نزيدو هاد اللوز هذا اللي مهرمش والزنجلان. وغادي نزيدو عليهم النافع وحبة حلاوة. هنا القرفة والمسكة الحرة. دابا غنخلط هادشي مزيان على غادي نسكر الكلاص.
ها هو سلو من بعد ما نط الصباح وليت عاوتاني عركته من جديد، عركته مزيان ولقيت باللي شرب هذيك الزيت والزبده اللي درت له وما شهيتكم، جا منش غادي يديكم، جا سلو معلك على حقه وطريقه، والطريقه اللي عطيتكم والمقادير اللي عطيتكم فهي مقادير مضبوطه. بالنسبه لي انا دائما تندير كما قلت لكم الزنجلان واللوز تنديرهم قدهم قد الفرص، بهكا زي يعني حنايا تنستافدوا من الماكله ديالو. تنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وجربوا الوصفه وترجعوا لي الاخبار. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، وكما تعلمون